مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، الأجواء ستكون غائمة جزئيا على الولايات الوسطى والشرقية، أكثر كثافة بالولايات الغربية، احتمال تساقط بعض الأمطار التي ستغول من حين إلى آخر على السواحل والمرتفعات الداخلية الغربية. الرياح قوية نسبيا بالنسبة للمرتفعات الداخلية، احتمال تشكل الرمال بالهواء، هذا على المرتفعات الداخلية، احتمال أيضا أن تنتقل على السواحل الوسطى، نقول فقط الحيطة والحذر، الرؤية نوعا ما تكون رديئة. بالجنوب الجزائري فالأجواء ستبقى غائمة جزئيا بمنطقة الصبرة، شمال الصحراء، منطقة الواحة، أقصى الجنوب الجزائري، زوابع رمية بكثرة. بالنسبة للصحراء الوسطى، منطقة الواحة وأقصى الجنوب الجزائري، خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 4 درجات إلى 13 بالمناطق الشمالية، لن تتعدى 12 درجة بشمال الصحراء، 14 بإليزي، 16 بأدرار، إن صلح 11 درجة بتندوف، 15 بتمنرة جانت، 21 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. عن ظهيرة الغد إذن سيكون فيه تراجع لدرجات الحرارة القصوى، 17 درجة بتسيرة وتلمسان، 21 بوهران مستغانم، 22 درجة بالجزائر العاصمة، 24 بعنابة سكيكدا، 17 بتبسة، 20 ببتنا قسنطينة سطيف، لن تتعدى 28 بشمال الصحراء، 34 درجة بإليزي، 30 بتمنرة سجانات، 33 درجة بإن صلح، 37 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر عموما سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية، ستشتد أكثر على السواحل الشرقية لتقارب 50 كيلومتر في الساعة. هذا داخل الوطن، خارج الوطن إلى شمال إفريقيا، يعني الأجواء ستكون غائمة كلية بتونس مع 19 درجة مشمسة تماما، بطرابلس 22 درجة، 21 بالقاهرة، 33 بالخرطوم، 39 بنجامينا، نيامي تقارب 42 درجة، أجواء مشمسة تماما بنواكشوط مع 30 درجة، وفي الأخير بالعيون المحتلة الأجواء ستكون غائمة جزئيا، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 24 درجة مئوية. شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضواحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و44 دقيقة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.